السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده هوريكم طريقه الكورنيش بتاعه الكم او على الكتف بطريقه سهله جدا، بطريقه الكلوش. مش هنعمل كلوش، هنعملها بطريقه تانية. هنجيب طبق زي دوت، عرضه الطبق ده عرضه 33، طبعا كله دوران مقاس واحد. وممكن لو عايزين نكبر نكبر عن لو عندنا حاجه اوسع، يا اما نصغر اقل بنفس الطريقه بحيث يعني الطبق كده معني. تبقى تلاقيها بالشكل ده قصاها. لو هنعمل كذا كورنيش الكم اتنين يبقى هنعمل اتنين، او على الكتف اتنين ممكن نعمل اربعة. طبقها كده، طبقها تاني كده، اربع طبقات كده، خلاص كأنها كلوش اهيت. قيس كده 4 سنتي، قصها كده. هتبقى طبعا كده مقفولة، هنفتحها من هنا. لو انا عملت زيها تاني اقدر اوصلها من هنا واكبرها كذا واحدة. إيه لو انا هحطها على الكتف، اما على الكم من قدام، فاحنا طبعا هنشيل دي، هنقيس تاني 2 سنتي، 2 سنتي، يعني هنشيل دي كده بس، هنمسح دي كده. تجيني الشكل ده، نقدر نعمل منها كذا واحدة ان احنا هنحطها في اي مكان بالشكل ده. طريقة سهلة جدا وبسيطة، وهي فيديو اخر. الى اللقاء. هي بقى كوبايه بالشكل ده، هتبقى كده بالمرارة بتاعت الكلوش. وطبعا نعمل منها كذا واحدة لو احنا حابين. السلام عليكم. هوريكم طريقة تانية برضو من الكورنيش بطريقة الكلوش، بس طبعا على اكبر شوية. لو انا هعمل كورنيش كلوش وعايزة كمية مثلا كبيرة، يبقى هكبر القماشة، يعني نقول دي 80 سنتي في 60، هطبقها طبقتين بالشكل ده. هطبق طبقة تانية. اللي عنده فكرة عن الكلوش، نفس الكلوش بالظبط، بس طبعا دي كانت 60 في 40، ال40 هو اللي اتاخد كده، وهنا ده 60، وهنا 80 اتطبق 4 طبقات. فهناخد الجزئية دي نعمل منها الكورنيش لو عندي مساحة كبيرة. ده 40 سنتي، هلف 40. ولو انا بعمل موديل طفل صغير بيبقى بالشكل ده، تعرفوا تاخده المقاس دوت مش صغير، يعني 80 سنتي في 60 يطلع لي جيبة لطفلة. طيب الكورنيش انا عايزاه عرضه قد ايه؟ طبعا ده حسب العرض اللي انا عايزاه. لو انا عايزاه 10 سنتي هيبقى بعلم 10 لغاية هنا واشيل.
عايزة 12 12، فاحنا هنقول 12. طبعا ده حسب الطول اللي انا عايزاه. الكورنيشة دي اللي بتركب في البرزات من قدام وبتركب في الديل، تركب على القمام، يعني في بتعمل بس حاجات كتير في اللبس. طبعا ده اسمه كورنيش كلوش، بيبقى مورم بالشكل ده. يعني دي كمية، يعني ممكن اعمل واحدة تانية لو هو المساحة اكبر واوصلهم من هنا مع بعض. ده الطريقة اديت المساحة دي، مساحة كبيرة، يعني ده يقدر احطهم كمام، يعني حسب ما انا المدير شكله يبقى بالشكل ده. طيب هنقدر نطلع منها واحدة تانية لو ده طبعا اقل، برضه بنقيس ال 12 سنتي مرة تانية، يعني نفس المقاس باخده مرة تانية. فانا كده وصلت، يعني ينفع ان انا اوصله مش ان غلط، لا صح. كل ما عاوز اكتر من كده بعمل كذا واحدة، واحدة تانية اهي هنوصل الجلد دي بالشكل ده. كل ده بيبقى يمكن كورنيش واحد لو انا عامل حساب بنفح، والكورنيش ده جاي على الامام لغايه الديل او لغايه او فصل في اوروبا او فلان، يعني ده كده يكفيني في كميه كبيره من الكورنيش بالشكل ده. ده بيكون الفكره عجبتكم، وارجو بقى لايك وشير وتشجيع للقناه او للصفحه، عشان عندي يعني اقدر اكمل، اقدر يعني تشجيع بيخلي الواحد يقدر يشتغل اكتر. لكن ما في تشجيع انا على فكره بكسب فعلا، ما اقدرش اكمل. الى اللقاء، باي باي.